بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا عبد الرحمن أول واحد جاء عندي بالقبيلة من مصر، هو تقريبا الحين هو بالثاني ثانوي، أعرفه من زمان، هو اللي قال يسوي القبيلة. شوفوا كيف تشكيلته رهيبة باختصار، يعني اللعبة لازم لها كذا، لازم أشدة، بس المشكلة الخصم معاه تملي النار وهذه المشكلة، لكن عادي عندنا هجوم من جهتين. يا والله مشكلة والله. مشكلة شامل، كيف اللعبة تحط عليه المضادات، تحط علينا كلنا المضادات، برابرات من النار، كيف كذا اجتمعوا؟ وفارس مشكلة هي تنين النار. طبعا دم عندك تنين كهربائي ولا ساحر كهربائي، الوضع بيكون شوي صعب. واللي بعد مجنايت يلا حلو كفو. لازم نضرب صاعق على تبين النار، لا كذا ما ينفع. مشكلة كذا تروح البيكا بهالشكل هذا، قهر والله. حاول مسكين، ويا انه قبيل يعني لعبوا غلط، يعني انه الخصم مضاد او من قبيلتنا من حوسه. حلو المركز الرابع بالحرب، يجينا بطاقة اسطورية ممتازة. واو
جهز الأسهم الله يستر. مرايا ومقنات ثاني. شوف شوف. شايفين الاستكلاب إيش ذا؟ ميني بيكا، فالكري. ألعب العملاق. ممكن فرصة. لأنه لعب الميني بيكا ولعب الهياكل. كذا خلص المباراة. خصم مرعب. مكنايت، فالكري، ميني بيكا. طبعا ما تفوز عليه الا ما تلعب بيكا. ما اعرف يعني ليش كذا اللعبة دائما زي كذا، خصوم مليانين كذا مضادات، مليانين بطايق يعني جامدة. بس الحمد لله. اوه صندوق سحري. بيكون صندوق سخيف، بس الحمد لله في أمير، في معالجة، وتني الكهرباء أيضا. زين هذا رامي السهام، لازم أطوره. يوم موجود معي بحث تشكيلات. حلو. هذا ما تنفع، هذا تشكيلة غيلان وكذا ما تنفع. أظن خلاص نكتفي كذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.